ولمزيد من المتابعه مشاهدينا انضموا الينا عبر سكايب من باريس استاذه كاترين جابر الباحثه بجامعه السربون. ارحب بك يا استاذه كاترين معنا. اهلا بك وبالمشاهدين. في البدايه، ماذا حققت حركه السترات الصفراء بعد ظهورها او يعني بعد عام من ظهورها؟ وهل تعتقدين استاذه كاترين ان اتخاذ هذا النوع من العنف الاحتجاج يهدد من تاثيرها؟ بالطبع هي حققت طبعا مكتسبات، ولكن اليوم ما او منذ يعني شهور واصطحابها باعمال عنف او ببلاك بلوكس، ناس متخفيه الوجه، والمطالب التي تبلورت اصبحت مش مطالب بس للمطالبه بارتفاع او تحسين مستوى المعيشه، اصبحت المطالب اكثر يعني اصبحت تشبه اليسار الراديكالي. اليوم احنا راينا في التظاهرات حتى كانت هناك مسيرات تم رفضها من قبل او عدم رفض اخراج تصريحات لبعض من المسيرات، ولكن كان هناك مسيرتان تم الموافقه عليهم من قبل المحافظه، واحده منهم تم خلالها تكسير مثلا زجاج مثلا بنك الاتش اس بي سي كرمز للراسماليه العالميه، اي ان هذا يشير او المحلات مثلا مثل اتش اند ام وغيرها تم التظاهر امامها وضد هذه النوعيه من الاستهلاك، اي انه اصبح يغلب عليها ايديولوجيا راديكاليه تشبه اليسار، اي مناهضه للاستثمار الاجنبي، مناهضه للراسماليه، وبالتالي هذه البلوره في الطلبات جعلت حتى أن الاحزاب المعارضه كحزب اليمين او اكثر اليمين المتطرف اصبح لا يدعم هذه الحركه. لكن يعني لو تذكرين أو تحدثين عن الأهداف والمبادئ التي خرجت من أجلها هذه الحركة، حركة السترات الصفراء، وهل اختلفت المطالب يعني الآن عن الوقت الذي خرجت من أجله؟ بالطبع هي اختلفت تدريجيا، وهو في الأول يعني كانت المطالب هي يعني منددة لارتفاع أسعار البنزين والوقود، وقد تراجع فيها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في يوم 10 ديسمبر، ولكن استمرت هذه التظاهرات برغم تراجع الحكومة أو رفع هذه الضرائب. اليوم هم يتظاهرون ضد الإصلاحات الاجتماعية، ومنها إصلاح التقاعد والمعيشة التقاعد، وبالتالي هناك بلورة أو ارتفاع سقف المطالب من يوم إلى يوم أو من سبت إلى سبت، ولكن اليوم هي بالفعل أصبحت تغلب عليها أيديولوجية رافضة للاستثمار الأجنبي، رافضة للحكومة التي يغلب عليها الطابع اليميني خصوصا في الاقتصاد. يعني هل يمكن القول أن هذه حركة السترات الصفراء استعادت زخمها منذ انطلاقها من قبل عام؟ بالطبع لا، لأنه في نفس اليوم من العام الماضي خرج 287 ألف، هو رقم حتى ما كانش يعني كان كبير، بس اليوم هناك حديث عن 3000 فقط خرجوا في باريس، هذا يعني مقارنة صغيرة جدا، بالإضافة إلى أن استطلاعات الرأي، هناك مثلا مركز أودوكتا قال بأن أكثر من 65% من الفرنسويين مش عايزين أو مش عايزين لا يريدون استئناف هذه التظاهرات. لكن هناك تقارير يعني كانت تشير إلى وصول خسائر في فرنسا بسبب هذه الأعمال العنف وحركة السترات الصفراء وصلت إلى 2.5 مليار يورو، ما دلالة هذا الرقم ويعني كيف تقرأين هذا الرقم؟ بالطبع هو رقم كبير، هناك تكسير للعديد من المحلات، توابع هذه الاعمال العنف هي اولا هي اضرت الحركه، لانه اصبح الجميع واصبح الفرنسيين يعني يستعروا من الحركه بعض الشيء، لان هناك اعمال عنف اصطحبتها. النقطه الثانيه هي ايضا اثرت على السياحه او سمعه فرنسا امام العالم، اصحاب اعمال عنف يعني هي شوهت من صوره التظاهر في فرنسا، أضرت بساحة الشانزليزيه وهي الساحة الشهيرة أو الجادة الشهيرة في فرنسا، وبالتالي هناك أيضا تراجع لبعض الاستثمارات الذين ترددوا في الاستثمار في فرنسا هذا العام نتيجة للعنف الذي اصطحب هذه التظاهرات. لكن ماذا عن الاستثمار في الوقت الحالي؟ يعني هل ما زال هناك نوع من التراجع للاستثمار داخل فرنسا؟ هو بالطبع يعني لم يتراجع بعض الشيء نظرا لأن الحكومة اتخذت أجراءات أخرى تشجع مثلا خصوصا الاستثمارات الصغيرة أو المتوسطة، و
ولكن ايضا التاثير على الشعب او اللعب في الدماغ بان الرأسمالية اصبحت تعمل ضد الشعوب وانها اصبحت لا تنظر. هناك بالفعل الشعبويه الصاعده سواء من اليمين المتطرف او اليسار الراديكالي، هناك شعبويه رافضه يعني تريد ان تكون يعني تريد الغاء الخصخصه، تريد تعميم الشركات، تريد ان تصبح الشركات فرنسيه، الاستثمار في خالص فرنسي، وهذا ليس في فرنسا فقط، يعني هذا رايناه اصلا في البريكزيت ورايناه في العديد من الدول في الولايات المتحده ترامب ويمثلها، وحتى في منطقتنا في الشرق الاوسط. فبالتالي حتى بالرغم من ان هذه الحركه هي يعني فقدت قيمتها او بسبب العنف، ولكن الفكره والايديولوجيا كما قلت لانه يعني تغيير النظام العالمي او النظام الاقتصادي هي يعني فكره خطيره ومطروحه حتى الان. لكن يعني في هذه النقطة كيف أثرت هذه الحركة، حركة السترات الصفراء، على الشعب الفرنسي وأيضا على الدول الأوروبية؟ هو بالفعل خفضت ميزانية فرنسا التي كانت تضعها أو كانت يعني كانت تحط ميزانية داخل الاتحاد الأوروبي، بالفعل فرنسا اضطرت لخفضها، لخفض هذه الميزانية أو ارتفاع الدين، حتى ارتفاع الدين باتجاه الاتحاد الأوروبي. طبعا هذا هو ليس توابع اقتصادية ليست بجيدة. الشعب الفرنسي بالطبع وأصبح يسأم ذلك لأنه في المواصلات حتى أصبح هناك عراقيل، أصبح هناك إضرابات، هناك دعوة لإضراب حتى يوم 5 ديسمبر القادم للتهديد بكل ذلك. الفرنسيون في الشارع حتى عندما نتحدث معهم هم قلقون جدا، يعني حتى للذهاب إلى العمل هناك قلق من التأثير على المواصلات، من التأثير أيضا على يعني الحياة اليومية. هو شبه كل عطلة أسبوع يتم توقيف الحياة بشكل عام، يعني يوم السبت هو أول يوم في عطلة الأسبوع ويحدث شبه شلل عام في خصوصا في العاصمة الفرنسية. إذا ما هي الإجراءات التي يعني تتخذها الحكومة الفرنسية لهذا اليوم، يوم السبت الأول للمظاهرات وعودة المظاهرات من حركة السترات الصفراء؟ الإجراءات حتى الآن طبعا هي أمنية بكل تأكيد، بأن الشرطة أصبحت تزيد وتحدث إصلاحات في قطاع الشرطة وقطاع الأمن، وغيرت ايضا حتى عمدة او رئيس قطاع الشرطة في فرنسا، تم تغيير والاحداث يعني اصلاحات في القطاع، وكان هناك اصلاحات اقتصادية، ولكن حل هذه الأزمة هو بالفعل سياسي بحت، لانه بالرغم من حزمة الاصلاحات اللي اتخذها ايمانويل ماكرون واللي هي كلفت الدولة ميزانية كبيرة، نحن نتحدث عن اكثر من 15 مليار يورو نتيجة رقم كبير لإرضاء هذه الحركة بالفعل، ولكن حتى الآن هي لم تسكت. طبعا نحن نحمل المسؤولية للطرفين بس بالأكثر السترات الصفراء، لأنهم لا يريدون تشكيل تأسيسي، لا يريدون متحدث رسمي يدخل في مشاورات مع الحكومة، لا يعرفون أن يمثلوا أنفسهم، ولا يريدون أيضا أن يشتركوا مع حزب أو نقابة عمالية للمطالبة يعني أو لا بمطالبهم بمطالب أكثر. أستاذة كاترين، يعني بالحديث عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هل تعتقد أن هذه الحركة، حركة السترات الصفراء، هزت ولاية الرئيس الفرنسي ماكرون؟ يعني بالطبع لا، لأننا نشهد من هذا القبيل من حركات في فرنسا هي اعتادت عليها. فرنسا لديها مؤسسات قوية لا تهتز، أولا مطلب رحيل الرئيس هو مطلب غير يعني متواجد غير في لحظات قليلة جدا. نعم. كما أن هذه المظاهرات هي قليلة العدد، فهي بالفعل لا تمثل الشعب الفرنسي في المجمل، بالإضافة أنه التمديد هي بسياسات الرئيس الجمهورية، ولكن هناك وهي لا تطالب برحيل الرئيس نفسه، رئيس الجمهورية بشكل معلن يعني. نعم، وضحت الصورة. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب من باريس، أستاذة كاترين جابر الباحثة بجامعة السوربون، شكرا جزيلا لك.